شباب مصريون يجدون طريقا لممارسة الرياضة بتكلفة زهيدة. ارتفاع أسعار الاشتراك في الأندية الرياضية لم يحرمهم من تلقي التدريب على ألعابهم المفضلة. الشاب بيروح النادي بيقول انا عايز اعمل تدريب كذا، يعني عايز اجري على الحيطه. فالكابتن بيقول له ما فيش، انت اول حاجه كبير، وزنك تقيل، سنك عدى مثلا، او مش هيلاقي لها. فبيجي لنا هنا احنا بنعمل له برنامج مكثف، كل واحد على سنه، على وزنه، على حجمه، وندربه تدريب برنامج خاص. اول حاجه فيتنس، لياقه بدنيه، اعداد بدني كويس جدا. بعد كده بيخش بقى نظام جمباز. بعد كده اخر حاجه اللي هو نفسه فيه بقى نعلمه له بس. يعني اكوام من القمامه كانت مكدسه هنا، ازالها شباب هذه المنطقه لانشاء ناديهم الخاص. برعوا في لعبتهم وراحوا ينظمون منافسات فيما بينهم. اللعبه ما كانش حد يسمع بيها، ما كنتش متوقع ان في ناس هتيجي تقول لي انا عايز اتمرن معاك، او في عدد كبير هيجي. فجاه لقيت العدد بدا يزيد، وبدا من الحومديه هنا عندنا ناس كتير تلعب. بعد كده ناس من بره الحومديه بدات تكلمني، وبداوا ان هم يجوا هنا فعلا عشان يتمرنوا. بيقطعوا مسافه كبيره جدا عشان يجوا، بس عشان هم حابين اللعبه وعايزين يلعبوها، مش لاقيين مكان تاني يدربوا. الملاعب الأهلية آخذة في الانتشار عبر المحافظات المصرية. يساهم كل واحد من هؤلاء بنصيب من كد يومه ليستمتع مع أصدقائه بلعب كرة القدم. في مواهب كتير جدا مش قادرة انها، يعني مثلا امكانياتها الماليه محدوده، ما تقدرش انها تروح من نادي وتدفع اشتراكات نادي. فلما بتيجي تلعب في ملعب زي كده، ممكن ناس من ضمن الناس اللي بتكتشف مواهب تشوفه، تقدر تكتشفه. لان برضو الموهبه مش بالضروري انها تبان علشان معاها مثلا حدود ماليه كبيره، لا، ممكن تكون معدومه الماليه، بس ملاعب زي كده هي اللي تبين للناس مهارتها والكفاءه بتاعتها في الموهبه. الساحرة المستديرة هي في كل مكان، لكن تكلفة الاستمتاع بها في هذا الملعب الذي أنشئ بجهود ذاتية أقل كثيرا من تكلفة الاستمتاع بها في أماكن أخرى. في الأندية الراقية تدريب احترافي على مختلف الألعاب الرياضية، لكن هناك اشتراطات خاصة للاستفادة من هذه الخدمات. بناخد طبعا المستوى الاسري، سواء الزوج او الزوجه، دول ما اشترط فيهم يكونوا مؤهل عالي، ده اساسي. وبنشوف عدد الابناء برضه، ما ناخدش برضه يعني مش مفضل، لان ناخد مثلا عائله مثلا ولادهم كبار، بناخد دايما اللي هم الصغيرين اللي هم بينشأوا في النادي، ممكن يمارسوا رياضه، ممكن يفيدوا النادي بعد كده. ده بس، ما فيش حاجه ثانيه يعني، مش باخده بالشكل يعني. معظم الأندية الرياضية المصرية تسمح بعضويات موسمية بأسعار مخفضة لمحب الرياضة، كما تحاول اكتشاف الموهوبين وتضمهم إلى فرقها دون مقابل. لكن رغم هذا، يبدو أن أعدادا كبيرة من الشباب الذي يزيد على 40% من سكان مصر تظل خارج هذه المنظومة. علي جمال الدين، BBC، من عدة محافظات مصرية.